DJ Fabi Yılmaz. DJ on production. الذي شرفنا في هذا اللقاء المبارك لولاية جيجب، أيضا سيد الوالي المحترم سيد رئيس الأمن الشعبي الولائي، السلطات العسكرية والمدنية، المجاهدين وليد الشهداء، إن شاء الله تكونوا خير خلف لخير سلف. إذا الدعاء، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم وفق ولاة أمورنا، اللهم وفقنا إلى ما فيه الخير، اللهم أرزقنا أرحم بلاد الجزائر، اللهم أرحم شهداء الأبرار، اللهم أجعل هذا البلد آمنا مستقرا سخاء رخاء العالمين. بارك الله فيك. السلام عليكم. كل ما لديه والفضل، كل الفضل لمعاليه والطاقم الذي يشرف عليه في الولاية، لولا بفضل هؤلاء الناس لما ذهبنا إلى القاهرة. الحمد لله، فنحن الشاكرون لكم والشكر. والله الاستقبال كان يعني حار جدا، وكان الاستقبال الجزائريين احسن من استقبال كل الفرق الاخرى. يعني الحمد لله تلاقينا كل الترحيب، سواء من اللي قايمين على البطوله ولا من الشعب المصري في الخارج، يعني كانوا يحبوا الجزائريين بزاف. الحمد لله. والله هذا العامل تاع المدرب على كل حال، يعني تحضير نفسي من المدرب محمود كاتي، وكان شجعنا، وكان يعني هو شاف مباراه مليح وقالنا بلي كنا قادرين نربحوها المقابله الاولى وممكن نقدموا الاحسن. وحنا دخلنا بعزيمه اكبر باش نمثلوا بلديه الميليه ولايه جيجل والجزائر ان شاء الله باحسن تمثيل، وربي وفقنا ورجعنا في المشاركه الاولى افريقيا قاريا. كانت صعيبه والخبره لازمه في مواعيد كيما هذه. حنا خانتنا الخبره خاصه المقابله الاولى، يعني اللي دخلنا مع خصم قوي، وما سوء الحظ يعني دخلنا مع خصم قوي، هو الوحيد اللي استطاع انه يحصل على شوط مع الاهلي المصري، يعني كان فريق قوي، لكن احنا استدركناه والحمد لله، ونوعدهم ان شاء الله بالقادم احسن يكون. ويعني باستقبال هذا راه اكثر من المتوقع، يعني خاصه انه يعني ما النتيجه احنا توقعنا استقبال، لكن يكون صغير حساب النتيجه هذه. نشكرهم جدا على كل حال، الوزير والوالي وكل المسؤولين هنا. شكرا ان شاء الله. ماشي لو بوبليك توجور ايتي لا سورتو في لا ريجون تاع الميليا، ونوزا توجور سوتني، وانا توجور نقولوا يعطيكم الصحة دون لي زيفينمون. ميم تلقى ماتش اميكال تلقى يجي يساندوا الكلوب تاعهم، نقول لهم يعطيكم الصحة، وان شاء الله ديما يقعدوا يساندوا اسم الكلوب هذا ان شاء الله. بون ان شاء الله يساندوا كامل لي زيكيب تاع جيجل، سورتو الكلوب هذا بيان سور اللي خلاهم بالك عطاهم ان اسبوار كما امل
pour le sport, inchallah, du Jijel. On a déjà dit des titres, mais on n'a pas eu... مالك ما قلت كما كانش عندنا هكذا استقبال هكذايا هذا شرف لنا وحنا كما قال كما قال البريزيدنت تاعنا هذه الالتفاته هذه فريمون سانوزا في فريمون شوكر ان شاء الله بشي هذايا يزيد يعطينا معنويات اكثر باش بوغ الي دلافون ان شاء الله. اما بالنسبه للمشاركه، المشاركه كانت اول مشاركه لنا في بطوله مثل هذه، هي بطوله قويه، بطوله افريقيه، مشاركه جد 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 مفيده للفريق، للشبان هذو اللي كانت عليهم اول مشاركه، راح يستفادوا منها خصوصا من الجانب المعنوي اللي راح تفيدنا ان شاء الله. كانت بطوله تحضيريه للبطوله ذلك، الحمد لله كانت بطوله جد مشرفه. احنا كنا نتمنى وكان كانت عندنا شويه خبره وكانت عندنا لعبنا من قبل البطولات من قبل كنا نحتلوا مرتبه احسن من هذه، لكن الحمد لله كانت مشاركه جد مشرفه وتخلينا ان شاء الله في المستقبل ان شاء الله نتعودوا على هذه المشاركات كل مره ان شاء الله، كل عام ان شاء الله نشاركوا. هذا هو هدف الفريق الرياضية على مستوى الولاية إلى مستوى إن شاء الله أرفع. الفريق راهو فاتي وتمكن بفضل النتائج المحققة في البطولة الوطنية وفي كأس الجمهورية الموسم الماضي، تمكن الحمد لله يعني من المشاركة باه يمثل الفريق كفريق واحد يمثل الجزائر في البطولة الإفريقية للأندية البطلة. المشاركة كانت يعني إيجابية، دخلناها يعني بمستوى جيد، ومع مر المباريات الفريق يعني انسجم مع مجريات هذه البطوله وحقق نتائج ايجابيه بدليل فوزه في 6 مباريات وانهزم في 2. لحال السيد الوالي المحترم يعني كان له الدور الكبير في ذهاب الفريق الى القاهره، وحنا يعني رانا مدينين له بهذا المجهود الجبار من اجل يعني تسهيل تنقل الفريق وتمكينه من كافه الامكانيات الماديه.